بعيش في الدنيا، لأنه إذا راحت صدق للحياة راحت. هذه وصية من فقد أما. فهذا محمود ابن الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله من بلدة إذنا غرب الخليل، حملها على كتفه إلى جانب إخوته الثمانية ليواروها الثرى. لم يكن موتا عاديا، فسعدية الأسيرة الجريحة كانت في طريقها قبل عام إلى زيارة ابنتيها المتزوجتين في البلدة القديمة في الخليل، ليعترض طريقها مستوطن حاقد ويضربها غير آبه بسنها الطاعنة، ولتصبها أيضا مجندة إسرائيلية بعدة رصاصات وتسحل في الشارع ومن ثم تعتقل. 8 أشهر هي المدة التي قضتها في سجون الاحتلال، حيث ارتقت شهيدة داخل المعتقل في 2 تموز الماضي إثر نوبة قلبية. جيش الاحتلال أكمل جريمته باحتجاز جثمان الشهيدة في ثلاجاته. اليوم تستلم العائلة الشهيدة لتواريها الثرى في مسقط رأسها. الإجراءات اللي تمت من قبل الارتباط الفلسطيني بمتابعته الدائمة من أجل الإفراج عن جثمان هذه الشهيدة هي يعني في إطار الشكر والتقدير لهم على كل هذه الجهود اللي قاموا فيها. واليوم هذا احنا راح نشارك يعني في تشييع جثمانها سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي حتى يتم تكريمها وأن يعني يتم مواراتها ثرى مثل بقية الشهداء الفلسطينيين. يعني هاي سياسة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون، وهم بتحملوا مسؤولية يعني اغتيال هاي الشهيدة نتيجة الإهمال الطبي، وهاي سياسة تعودنا عليها من الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد كبير من الأسرى. رحم الله الشهيدة، وهي الشهيدة تلتحق إلى كوكبة الشهداء التي سجنت مرتين، سجنت في الاعتقال الأول وسجنت بعد استشهادها. كانت سعدية معيلة الأسرة الكبيرة، امرأة ربت وعلمت واعتقلت واستشهدت. هي سياسة الإهمال الطبي، وهذه السياسة هو الهدف منها إيقاع الأذى الجسدي والنفسي بحق الأسرة. وبالتالي اليوم نحن نحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الشهيدة سعدية التي قضت شهيدة في سجون الاحتلال، وهي امرأة مسنة وهي أم لثمانية أطفال، وبالتالي لم يكن قد صدر بحق سعدية أي حكم، والاحتلال يمعن في قتل أبناؤنا وبناتنا في داخل السجون، وهذه نتيجة طبيعية لإنسان يعاني من أمراض مزمنة بأن لا يأخذ الأدوية في مواعيدها. 8 كانوا يعدون الأيام بانتظار عودة الأم إليهم حية، ولكن في زمن الاحتلال هكذا يكون المشهد، محمولة على الأكتاف مسجاة بين يدي ربها لتكون الشهيدة 28 بعد 200 ممن ارتقوا داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. عرين العملي الخليل، تلفزيون فلسطين.